سياحة في كتاب. سياحة في كتاب. مستمعينا الاعزاء، طابت اوقاتكم وعمتم مساء. مرة اخرى نرحل في سياحة في كتاب او مع كتاب مع الصديق الشاعر محمد صالح الغريسي، هذه المرة في مجموعة وينتصر الورد. انتصار الورد دلالة عميقة ودلالة لها اكثر من معنى في هذه المجموعة التي تنهض فيها الحروف من رمادها فتولد أكوان ودنن. من رماد الحروف يسقيها محمد صالح الغريسي من وجدانه ورحيق موهبته، ما به يتحول التراب إلى تبر، وتفيض القصائد شوقا وحنينا، وتفيض كذلك احتجاجا وصرخات تترجم لغة الرفض وكلمة لا. قصائد قال عنها جمال المخ في حالات يختلط فيها اليأس والانفعال، يضيق الشاعر ذرعا بهذا الوطن العربي المهزوم وبهذا العصر الراهن المأزوم، فيستبدلها بوطن شعري تؤثثه القصائد وتوشيه الصدور وتكتنفه الأحلام وتسود فيه قيم العدل والحرية والمساواة. وفي هذا الملكوت الشعري كما يقول محمد جلال المخ يغمره الحب وعشق الجمال، وتبرز أهمية المرأة في تأسيس هذه العوالم الحالمة، فتبدو الحبيبة متثنية في خياله وفي محيطه، وهي مزيج من حبيبات كثيرات انصهرن في مكوناتها في مكونات صورتها المثلى. ينتصر الورد مجموعة قصائد موقعة موزونة في عصر عز فيه الإيقاع، في عصر سادت فيه الفوضى كثيرا من النصوص التي تريد أن تنتسب إلى الشعر وما لها في جراب الإيقاع شيء. قصائد محمد صالح الغريسي تنتصر لتفعيلة الكامل ولتفعيلة الأخرى، تجعل منها نصا موشى، نصا موقعا كما سنرى في عديد هذه القصائد، سواء كانت قصائد عمودية وهي قليلة أو قصائد التفعيلة التي تترجم تحرر الشاعر من كثير من القيود، ولكن في نفس الوقت تحافظ على كثير من ثوابت القصيدة. هذه النصوص الشعرية تحيلنا إلى عالم القصيدة الجميلة، ولهذا اخترنا في البداية نغما ينتمي إلى جنس القصيد وينتمي أيضا إلى كثير من مناخات هذه المجموعة. ينتصر الورد، ينتصر الحب مع لوردكاش في زورق الشعر. عندما ألقيت بين النور ركبي ومضينا، دق من فرحته بالحب قلبي ثم غنى. عندما ألقيت بين النور ركبي ومضينا، دق من فرحته بالحب قلبي ثم غنى.
سارت إلى جنة حبها ونسير نحن إلى حيث ينتصر الورد مع الصديق الشاعر محمد صالح الغريسي. مرحبا أخي محمد صالح. وبيك سي محمد. وسعيد أن نلتقي في هذا الفضاء في هذه السياحة مع كتاب مع هذا مع انتصار الورد. ولو أخفيك في بداية الأسبوع لما كنت قد برمجت هذا الكتاب، ولكن يوم الاثنين الماضي وجدت هذه نسخة هذا الكتاب في اتحاد كتاب تونسين، طلعتها بشغف وقررت يومها أن تكون حصة هذا الأسبوع لي معك أنت، ونسيت أو تنسيت عشرات العناوين الأخرى التي تنتظر وليعذرني أصحابها. وأريد أهنيك بهذه المجموعة الجميلة الأنيقة في محتواها في غلافها الذي نظمه وصممه القصاص الأديب محمد جوع، ومعناها اتحاد كتاب في حمام لم يحضروا معنا هذه الليلة من خلال رسم محمد جوع، من خلالك أنت، ومن خلال صديق جلال مخ الذي كتب مقدمة هذه المجموعة الشعرية وهي مقدمة. مرحبا جلال. مرحبا بك. تحية لك، وأريد أن أحييك على هذه المقدمة التي اختزلت فيها مضمون قصائد الشاعر محمد صالح الغريسي وشوقت القارئة فعلا إلى قراءتها. شكرا سي محمد. والله محمد الغريسي يطول الحديث عنه وحوله، فهو صديق عزيز، والأيام معناها جمعت بيناتنا في المدة الأخيرة ولينا متلازمين معناها. ممتاز. وهذا خلاني مكتشف أكثر شخصيته وأخلاقه العالية وحبه معناها للناس والسياع، وخلاني زادة معناها نتعمق في ما يكتب. أكيد، ولكن شخصيته الشعرية هي تفيض هذا المساء على الجوانب الأخرى. محمد صالح الغريسي، بالطبع المجموعة الشعرية هذه وينتصر الرماد هي الثالثة في رصيدك. لأن الرماد تعود إلى يعيدني إلى رواية في هذا المعنى، وينتصر الورد هذا الجناس لابد أن له دلالة ما. وينتصر الورد هي المجموعة الثالثة في رصيدك الشعري. هي المجموعة الثالثة بعد مجموعة سيمفونية العشق الأخير. نعم. التي صدرت سنة 2003، وبعدها مجموعة دموع المحار التي صدرت سنة 2005. ممتاز. وهذه المجموعة الجديدة، ولكن قطباني يمسكان هذه التجربة الشعرية، قطب الوطني القصائد في بعدها الوطني وفي بعدها القومي، مشكلة فلسطين، مشكلة العراق، والقطب المرأة. هل يمكن نقول أن هذه الأغراض الشعرية الآن التي صارت تسيطر على جل الشعراء العرب المعاصرين؟ نعم. هي أولا لو تسمح نبدأ بما يتعلق بالوطن. نعم. ومفهوم الوطن. أنا شخصيا بعد الوطن عندي يتجاوز الخريطة التونسية، وإن كانت هي الأساس وهي الأصل وهي الانتماء، ولكن أيضا الوطن يمتد عندي من المحيط إلى الخليج. من الماء إلى الماء. نعم. من الماء إلى الماء. من الماء إلى الماء. والهاجس الوطن اليوم أصبح يعني يملأ قلوب كل الشعراء بسبب من بسيط. هناك نوع من الخوف على الأوطان، وهناك نوع من الترقب، وهناك نوع من هناك خوف من المجهول، هناك خوف من المترقب، هناك أمال أيضا تتطلع إليه الشعوب. وما هذه الثورات المتتالية التي يمر بها المجتمع العربي إلا دليل على أهمية هذا الموضوع.
ولهذا لم يكن من بد أن يكون اهتمامي بالوطن كبقية القضايا الأخرى وهو على رأسها. ولكن لك وطنا آخر بالإضافة إلى البعد، الوطن في بعده الجغرافي سواء محليا إقليميا أو قوميا، لك وطن آخر هو مملكة الشعر، هو وطن القصيدة. نعم، تحن إلى وطن ليس فيه حدود، تسافر منه إليه كما تقول. نعم، لدي قصيدة في هذا المعنى عنوانها وطني القصيد، إذا سمحت بالطبع أن أقرأ هذه القصيدة. نعم. وطني القصيد، وطني القصيد وقبلة الأفكار والأشعار، أمشي على الأوجاع في زمن الفواجع والردى، من حولي الأشواك والأخطار، أمشي وفي قفص الضلوع قصيدة عنوانها الأزهار والأنوار، في عالم حب في عالم الحب فيه خيانة، والغدر فيه هواية، ومحبة الأوطان بيع والتجار، في عهد عولمة طغت فيه الشرور وساده الأشرار، أهواك تونس والفؤاد منارتي، قد زادني في عشقك الإيمان والإصرار، أهديك يا رمز الوفاء قصيدة من شاعر عشق الحياة وشاقه الإبحار، شقي عباب البحر في هيجانه أو في الهدوء فكلنا بحار. كلنا بحار في هذه القصيدة، وأنت جمعت الوطن والقصيدة معا. أعود إليك أخي جلال المخ، وفي مقدمتك بالطبع محاولة لاختزال معاني هذه القصائد، وركزت على الجانب الوطني وعلى معاناة الشاعر الوجع العربي وكل ما فيه من معاناة، في مقابل بعض التفاؤل الطوباوي كما ذكرت من خلال الإيمان بانتصار الورد. هل ترى أن الوردة يمكن أن تنتصر على كل هذا هذا الوطن، معالم الدمار التي تهدد الحياة؟ الشاعر محمد صالح الغيثي صور لنا في هذه المجموعة وفي غيرها الحقيقة من القصائد الواقع العربي الذي نعيشه اليوم، وكان ذلك قبيل اندلاع الثورات العربية. نعم. بطريقة خاتمة فيها كثير من الدمار وفيها كثير من الويلات ومن المآسي، وقد أفلح في هذا التصوير بطريقة سعيدة، ولكن ما يجعلنا نتعلق بهذه القصائد هو أنه يترك لنا دائما فتحة من الأمل. إننا عندما نقرأ القصيد نشارك الشعر ونشارك القصيد في الشعور بالأزمة، ونغترب ونتألم، ويذهب بنا إلى عوالم قاتمة، ولكن ما أن ينتهي القصيد إلا ونحس بشيء من الانفراج. وهذا التفاؤل الغريزي في شخصية الغريسي هو الذي يعطي ذلك البعد الجمالي للقصيدة. والقتمة جلال عبرت عنها وانت قلت بلاد عربية متشرذمة، عراق ممزق، قدس مستباحة، وطن عربي منكوب، وشعوب متخلفة ولا مسؤول. هذا بالفعل ما تصوره القصائد بدقة وبألم في نفس الوقت، لكن نجد الشاعر رغم هذه القتامة ورغم هذا الواقع المتردي لا يستسلم نهائيا للواقع. أنا قد أقول تفائل طوباوي لانتصار الورد، هذا تفائل طوباوي هو سر الحياة في هذا الأمر. إذا افتدنا احنا التفائل في المستقبل مهما
كان الحاجة القاسمة لانتهاء الحياة، والغريق المتعلق بالحياة ومتعلق بالفن ومتعلق بالإبداع، فلا يمكن أن يكون منهزما ويائسا إلى ما لا نهاية له. أي ينغم على الأقل هذه القصائد ويحاول أن يبث فيها بعض الأمل، ولعل الثورات العربية التي حدثت وما يصالح عليه بالربيع العربي في استجابة ربما لهذا الأمل، لهذه الوردة التي رسم معالمها محمد صالح الغريسي. نعم، وهذه مرة أخرى معناها الروح الإبداعية للشعر وللشعر. الربيع العربي هو معناها انبثاق الورد الذي بشر به محمد صالح الغريسي. ولكن الوردة محمد صالح تكاد تتلخص في عالم المرأة، دنيا المرأة، سواء كان على لسان الرجل أو على لسان المرأة نفسها، على لسان الرجل في عشق المحال، وعلى لسان المرأة في قصيدة أخرى، اعترافات أنثى. نعم، اعترافات أنثى جميلة، وأنا لتحليل خاص لهذين النصين، معناها خاصة من الناحية الإيقاعية والأسلوبية على درجة كبيرة من الصنعة هذين النصان. نعم، كما ذكرت المرأة في قصائدي ليست مقصودة لذاتها، ذكر أخونا جلال مخ أنها تختزل في داخلها نساء عديدات. نعم، والواقع هي تتجاوز المرأة الجسد والمرأة البيولوجية إلى المرأة الحياة، المرأة الطبيعة، بما تختزنه من ثنائية ومن تناقضات في داخلها. لهذا مع في تعاطية مع موضوع المرأة كان دائما التفاؤل أقوى من تعاطية معه في قصائد التي تعبر عن الوطن أو مشابه الوطن. إيه، ولكن من حق الشعر أن ينتصر للمرأة في ذاتها، وتكون حتى المرأة تصور الحياة بدونها كيف تستقيم. صحيح، هذا وهذا ما حاولت أن أبديه من خلال نصوصي، لكن عندما قلت أنا ليست المرأة مقصودة في ذاتها، هي مقصودة أكيد، ولكن دائما هناك بعض رمزي نوعا ما في هذه القصائد، وهي تتجاوز كما قلت شخص المرأة. المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الحبيبة وهي في النهاية الحياة، هي الحياة. نعم، في جمال. لو أعطينا فكرة عن هذه القصائد للمستمعين، أقترح عليك قصيدة العشق المحال أو عشق المحال. لحظة أستاذ، هي تقع صفحة 51. نعم، لأن فيها من جمال الإيقاع ومن الصنعة الشعرية ما يجعلنا ننتصر لها، بالإضافة إلى محتواها الدلالي. شكرا أستاذ محمد. عشق المحال. أعاتب نفسي على كل حالي، أقول لها بأنك ملك لغيري، وأنك عين المحال، وأنك ضرب من المستحيل، وأنك محض خيالي، ويضرب عقلي حصارا علي، فأهرب منك إلي، إلى ذكريات السنين الخوالي، إلى كل شيء جميل لدي، لأطرد طيفك من عقر بالي، ويقفز قلبي إذا ما رآك كطفل يمد يديه ليمسك طيرا جميلا يحلق في الجو عالي، وأمضي مع العقل أقفو خطاه، ويرفض قلبي وثيق العقال. هو العشق يغمر عقلي وقلبي، فهل يبلغ العشق حب الكمال؟
إذا ما سئلت عن الحب يوما وعني فقولي بأني أسير التمني، وأني إذا مت يوما فإني أموت شهيد الهوى والجمال، وإن سألوك لماذا وكيف فمري بصمت ولا تعبئي بالسؤال، وهزي إليك بغصن القصيد يساقط عليك قطوفا كمثل اللآلي، عليها من الحسن سحر جميل كمثل الرؤى في الجمال. هو الشعر موطن عشقي قديما، فلست أحبذ عشق المحال. شكرا محمد صالح، وأعود إليك جلال المخ. هذه القصيدة اللي ترى أنها أقرب إلى شعر الغناء بما توفر فيها من إيقاعات ومن اختيار ومن مناخات أيضا عاطفية. سياحتي محمد بلاي حابب نقول كلمة حول موضوع المرأة في شعر محمد صالح الغريفي. في محمد صالح له تعامل خاص مع المرأة في الشعر، في شعره. أيوه، مش في الحياة. لا، احنا الآن نقتصر على الشعر. على الشعري. على الشعري. في تصويره للواقع من خلال قصائده ينقسم العالم إلى لوحتين، لوحة قادمة تبرز الواقع المتردي، ولوحة مشرقة تمثل المستقبل الأفضل. والمرأة تنتمي خاصة للوحة المشرقة، لا نجد نماذج كثيرة للمرأة السلبية في تصويره للواقع، بينما الواقع يزخر بالنساء السلبيات. هذا التعامل الخاص يجعل منه أنه يتعامل مع المرأة كحبيبة، فالحبيبة والأخت والأم هي امرأة يحبها ويعشقها وهي تلهمه الشعر. نعم. أي لكن مع هذا في قصيدة عشق المحال، وهذا العشق المستحيل فيه بعض الشجن، رغم أن صورة المرأة جميلة وما شابه ذلك، نحس هذا الشجن ينبع حتى من خلال التوظيف الموسيقي، هذه الغنة التي تتردد في القصيدة. محمد صالح، هل تعرف أن قصيدة عشق المحال يتواتر فيها حرف النون 47 مرة وحرف الميم 33 مرة، معناها بحيث معناها 80 مرة هذه الغنة، لأن الميم والنون حرفان أنفيان. فيهما شجن ويتأكد هذا الشجن باش بحرف اللام الذي هو فلويد مائي، يتكرر حرف اللام في هذه القصيدة 70 مرة، وهي ليست قصيدة مطولة. ويتأكد أكثر بحركة المد بالكسر، عني والتمني وأني وإني، فمري ولا تعبئي بالسؤال. نحس أن هذا المد على خلاف قصيدة أخرى سنراها، المد بالفتحة يعطي غنائية أخرى وإشراقة أخرى، بينما هذه القصيدة مسكونة بشجن كبير، وهو حب ليس حبا مشرقا كل الإشراق، كان بيود الشعر أن يكون إشراق ولكنه الحب المستحيل. هو حب مستحيل أو عشق مستحيل يحكي قصة من يجد نفسه أمام امرأة قلبه يميل إليها ولكن عقله يبعده عنها، فهناك صراع بين قوانين المجتمع وقوانين القلب. القلب عندما يميل لا يعرف الحدود، ولكن العقل موجود ليعقله يكبح جماحه، وهذا الصراع ربما هو الذي يثير في نفس الإنسان نوعا من الألم، لأنه يقع في حيرة بين أن يستمع إلى قلبه وبين أن يستمع إلى عقله. وهذا الموقف كثيرا ما نقع فيه في حياتنا اليومية.
أي ماركة داخلية بين ضمير من جهة وبين الشوق والعشق من جهة ثانية. نعم. جلال، كيف هذا الشجن؟ لماذا كل أغلب قصائد الحب حتى التي نسمعه في الغناء فيها كثير من هذا الشجن، ولا تستقيم قصص الحب كما يريد لها أصحابها؟ والله أنا حسب رأيي فيما يخص الشاعر في محمد صالح، فالصحيح هو عاشق للمرأة وعاشق للأنثى، لكن هذه المرأة هي محض خيال، معناها هو يطمح إلى 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 عشق مثالي ليس موجودا على أرض الواقع. على هذه التي تأتي ولا تأتي، معناها تأتي ولا تأتي، وفي نهاية الأمر هذه الحبيبة غير موجودة، فإذا بها تتحول عند الشعر إلى قصيدة، فالمرأة هي القصيدة. لو في الآخر أمر كسب قصيدة جميلة. نعم، هي الملهمة، المرأة هي ملهمة، وهو معناها في تعامله مع المرأة يستحضر عدة رموز تاريخية لنساء، معناها في أي شهرزاد وغيرها، شهرزاد إلى آخره، معناها هي رموز إبداعية مليئة بالجمال يستغلها الشعر. لكن هل تغني القصيدة عن الحياة؟ هذا نسأله في السماح. محمد صالح، الحياة لا يغني عنها شيء، الحياة بما فيها من جمال، بما فيها من تناقضات نحن نقبلها كما هي، ولكن تبقى دائما طموحاتنا نحو الأفضل والأجمل في كل شيء، سواء في الحب أو في تحقيق النجاحات. كل هذه الأمور تجعل المرأة هي أهم صورة وأجمل صورة يمكن أن ننمق بها الحياة، وخاصة عندما تحتدم المشاكل في داخلنا، وعندما تتصارع في داخلنا مشاكل الحياة اليومية. ولأن هذه المشاكل عديدة، ولأن بعض الشجن نابع من قصائد محمد صالح الغريسي، نحاول على الأقل نبث من خلال هذه السياحة بعض الأمل، بعض عبارات حب جميلة من خلال هذا المقطع لأم كلثوم. غيرك داري بي، مين
يشتكي شعراء من عجز اللغة، مما يعانونه من عدم أو صعوبة إيجاد كلمات تترجم حجم العاطفة، والكلمة الواحدة قد لا تترجم كل ما يشعر به الإنسان العاشق. محمد صالح الغريسي، هل فعلا وأنت الشاعر، لأن نتعامل مع هذه الأمور من الناحية النقدية، وأنت الشاعر هل تجد صعوبة في ترجمة العاطفة بما يكفي وتكون الكتابة الشعرية وحدها كافية للتعبير عن حجم الحب أو حجم الشوق والعاطفة التي يشعر بها الإنسان، وأنت كتبت على لسان الرجل وعلى لسان المرأة؟ العاطفة الإنسانية لا يمكن أن نفرق فيها بين امرأة ورجل، وللعاطفة الإنسانية قاموسها العريض الذي لا حدود له، وكلما كان الصدق موجودا وكانت العاطفة قوية كانت القصيدة. وبالطبع القصيدة هي الترجمة بطريقة أخرى، وأحيانا قد يجد القارئ في النص ما لم يفكر في صياغته الشعر، وتجربتك محمد صالح أنت ترعاها نعم، ولكن جملة من أصدقائك يتابعونها مثل ما تبعتها مثلا زهور العربي من خلال ما كتبته عن هذه المجموعة وقرأته في الفيسبوك، مجموعة شعرية بنكهة الورد الأحمر والأبيض، تعال وتذوق شذاها، للأديب محمد صالح الغريسي، مقال أنيق، وأكرم هذه المجموعة الصديق الأديب مبروك المناعي، من الذين تابعوا تجربتك عن قرب ومنذ سنوات عديدة، لا شك أنه على دراية ببعض مكامن هذه التجربة الشعرية. مرحبا أخي مبروك. مرحبا بك، بارك الله فيك. العفو العفو يا أخي مبروك، وكنا التقينا من قبل على أمواج هذه الإذاعة، ونرجو أن يتجدد اللقاء مع مجموعتك القصصية في حصة خاصة بك إن شاء الله.
لكن الآن ونحن في محراب الشعر ومحراب محمد صالح الغريسي. نعم تبارك الله. سي محمد صالح هو عنده زاد اللغوي، هو بصفته أستاذ عربية تبارك الله، إنسان معناه متضلع في اللغة العربية بحيث مع الموهبة التي لديه في كتابة الشعر، فقصائده هي قصائد جيدة فيها إبداع حقيقي، ليس كبقية معناها القصائد التي نلاحظها على الساحة في هذا العصر. هو إنسان أسميه شاعر ملتزم بحيث يكتب في قضايا هامة، يعالج معناها في عدة أغراض، معناها مواضيع اللي يكتب فيها كتاباته جيدة منذ معناها إصدار المجموعة الأولى، مجموعة سامفونية العشق الأخير، وكان هو ملتزم بالشعر العمودي، حيث المجموعة الأولى كلها كانت في الشعر العمودي، ثم فيما مجموعاته الثانية نوع شيئا ما بحيث كان نصفها عمودي ونصفها شعر حر، بينما المجموعة هذه الجديدة أغلبها إلى الحر، هي أغلبها فيها ثلاث قصائد فحسب عمودية والباقي كله شعر حر. هل تتوقع أن يكتب في المجموعة القادمة بعض قصائد النثر؟ ربما الإجابة عند محمد صالح. لا أعتقد محمد صالح، لأنه يغير كثير، يغار عفوا يغار كثيرا على اللغة العربية، هو وعلى موازين العرب موازين كل، بحيث لا أعتقد أنه سيكتب، لأن لغته الفرية، ولا أظن، لأن الذين يكتبون القصيدة النثرية هم مثلا الجانب اللغوي معناها فيه معناها إشكال، بينما محمد صالح الغريسي تبارك الله وكما قلت لك هو بصفته أستاذ عربية وزيد الموهبة اللي عنده، أنا لا أعتقد. سي محمد صالح، سي محمد كان تسمح؟ أيوة. في آخر قصيدة في الكتاب، أيوة، كانت قصيدة نثرية وهي بعنوان عازف الليل. عازف الليل، عازف الليل، أنا نعم أبحث فيك عن نوتة جديدة. هي قصيدة نثرية. نعم. وعندي مجموعة كاملة من القصائد النثرية لم تنشر بعد، ومجموعة من القصائد الأخرى الموزعة على المواقع الإلكترونية هي أيضا من القصائد النثرية. أنا ليست لي مشكلة لا مع العمودي ولا مع التفعيلة ولا مع القصيدة النثرية، هذه مسألة أشكال ليس لدي معها مشكلة. معناه استنتاج محمد صالح، أكيد استنتاج الأستاذ مبروك المناعي في محله، باعتبار عندما نظر إلى تطور تجربتك كل المجموعة الأولى أغلبها قصائد عمودية، الثانية نصف عمودي نصف حرة، الثالثة أغلبها قصائد حرة ثلاثة عمودية فقط، وأضفت لنا إذن عازف الليل قصيدة نثرية، والقصيدة النثرية هذه قلت فيها تبحث عن نوتة جديدة، تبحث عن إيقاع جديد، عن شكل جديد، معناها تبشر بمجموعة قادمة كما ذكرت فيها كتابة لقصيدة النثرية. المشكلة ليست مبدئية معناها. لا المشكلة ليست مبدئية، هو الجمال والموسيقى نجدهما حيث نطلبهما، إذا طلبت الجمال والموسيقى تجدها في العمودي، وإذا طلبتها في النص التفعيلة تجدها، كذلك النص الشعري أيضا له إيقاعه الخاص. ولكن من حق مبروك المناعي أن ينتصر لقصيدة التفعيلة لإيقاعات العمودية كلاسيكية، ربما وفاء منه هو أيضا
لهذا التراث الشعري. ونسأل جلال، جلال أكيد أن هذا التطور الإيقاعي في تجربة محمد صالح يبشر، وعلى الأقل ننتظر منه في قادم الأيام مفاجآت أخرى، وهو المتمكن من القصيدة العمودية والقصيدة الحرة، وهو يبحث بالإضافة إلى ذلك عن نقطة جديدة. والله محمد أنا على علم ومتابعة ما لا اشفن بربي شويات من جنسيت هذا الرجل أنه لا يرضى أبدا عن نفسه، هذه صفة إيجابية جدا، معناها رغم أنه يقدم لنا قصائد رائعة تجده دائما غير راض عن المستوى الذي حققه فيها. هذه النفس التي دائما تبحث عن الأفضل وعن شيء مختلف لا يمكن أن تنغلق نهائيا في شكل أشكال الكتابة الشعرية، ولهذا تجربة محمد الغريسي تعرف مسيرة متواصلة ومتطورة، فهو قد بدأ بالقصيد العمودي ثم بالقصيد الحر ثم بشعر النثر، وعنده أكثر من مجموعة من الشعر الحر، وفيها رؤية جديدة وفيها تقنيات كتابة جديدة وفيها اعتماد على جمالية الصورة وعلى إلقاء الداخلي للنص إلى آخره، فمفاجآت ما زالت كثيرة عند محمد صالح. نعم، من الأساليب الموظفة في شعر محمد صالح الأسلوب السردي، وبما أن مبروك المناعي قصاص، أخي مبروك عندما ننظر قصيدة وماتت أمل نجد أن هذه القصيدة هي قصة تتوفر فيها مقومات السرد، القص من وصف وحوار وحدث وتشويق، ونكتشف فعلا أني دللت النهاية في آخر القصيدة مال. إنه أسلوب جميل، وهي الطريقة معروفة لدى بعض الشعراء حيث يوظفون القصيدة لحالات سردية، وسي محمد صالح هو ليس معناها لديه ضعف في اللغة، لكنه يريد أن يجرب في كل معناها الأنواع، ولا أستغرب أنه سيقدم لنا معناها قصائد معناها مصرية، وكذلك هذا الأسلوب الذي يتناول فيه السرد في القصائد فهو معناها محبوب جدا هذا الأسلوب وجميل، ولذا هو شمولي في محمد صالح الغريسي في كتابة الشعر، شمولي في جميع الأصناف وفي جميع الأنواع، ذلك لتمكنه من اللغة كما قلت لكم، لأنه هو ليس شاعر عصامي بل أنه متضلع ومتمكن في اللغة العربية، لذلك فهو يتصرف كما يشاء ويريد أن يبرهن على أن له ملكة معناها متماسكة وجيدة في اللغة العربية ومع الموهبة التي وهبه الله إياه. محمد صالح قصيدة وماتت أمل، هل هي تجربة منفردة أم ربما سعي لصياغة مجموعة من القصص في أسلوب شعري؟ النفس السردي في الشعر هو موجود منذ القديم في النصوص الشعرية القديمة، ولكن في هذا النص بالذات هو ينبع من متابعة لصيقة للأحداث التي مرت بها شقيقتنا العراق، وهي يعني المعاناة التي مر بها العراق هي معاناة كبيرة جدا، حاولت أن ألخصها في مشهد لأبغض الحرب وكوارث الحرب لكل من يقرأ هذه القصيدة، لأن الإنسان بدون أمل، وتعمدت تسمية بطلة النص بأمل أمل، وكأن والبطل باسل. نعم
والاسم الاخر باسل. نعم الباسل هو رمز لبسالة الشعب العراقي. الاسماء لها دلالة وللاسماء لها دلالة، وحاولت ان استعمل هذا التدرج في السرد نحو الأزمة، لأن القصيدة تنتهي بمأساة وهي موت البطلة ونهاية الفرحة. نعم، ولكن تمثل عبثية الحياة والموت بكل بساطة، ولكن تتحول القصة من قصة حب وقصة زواج إلى نص وطني من خلال هذا القصف الهمجي، هذا القصف الغازي الذي يقصف الحياة في من خلال قذيفات في السماء، هذه قصفت هذا الأمل. نعم هو كذلك. إذا ترشمنا نقرأ البعض منها. بطرة. وماتت أمل. أماه قد تاهت بي السبل، والنفس قد ضاقت وإن رحبت، ولفها الإحباط والفشل. وكل أنثى حلمها رجل، وحلم مثلي دونه رجل. أصحو على بلد تقتاله الأهواء والنحل، إن كان لا يلقى الوفا وطن فهل تحظى به أمل. اسمي عراق، لست أرضى غيره بدلا، حتى وإن ناديت يا أمل. أماه إني خائفة، إذ زارني في النوم حلم مزعج قد خلته الأجل. ولقد رأيت كأنني في روضة فتانة، فل بها وقرنفل. من حولي الأحباب في مرح، وأنا عروس في ثيابي أرفل. إذ بي أرى في الأفق نورا باهرا يمتد نحوي دفعة، فوجدتني في جنة أتجول. وإذا المشاهد والعباد تبدلت في لحظة وتبدلوا. حسناء كانت مثل نور الفجر في ألق. عطر الخزامى إذا مرت على مال جال الربا قد مسه ثمل. والورد من شفة على شفة، لو أنها نطقت لن تابه الخجل. تسبي عقول الناس من حسن ومن أدب، شرقية أخلاقها حلل. هي عند أهل الحي زهرته، لكنها كانت وحيدة أمها أمل. مضت الأيام تجري مثل لمع البرق كانت ترحل. دار قلب البنت حب يافع، ملأ الدنيا عليها بعد يأس يقتل. ها رياح السعد زارت بيتهم، ملأت كل الزوايا حين زار البيت يوما باسل. كان يوما مشرقا كضياء الفجر، لا بل أجمل. أثمر الحب اتفاقا حول يوم العرس لا يستبدل. كان يوم العرس حقا مهرجانا، رقصت فيه الصبايا في ثياب بعضها خز وبعض مخمل. وتعالت زغردات في فضاء الليل ظلت تصهل. وأغاني من ليالي الشرق دوت لحنها لا يعقل. وسط أضواء تحدت ظلمة من حولها لا تحفل. أشرقت من عين أم البنت دمعة فرحة، لم تكن تدري بأن الدهر يوما يخذل. رفعت عينين في جوف السماء، فرأت في الأفق ضوءا قادما. صرخت في الحين لا يعقل. هو ذا الموت يحل ببيتهم، فإذا البيت دمار وجحيم قاتل. طلقة من قاذفات في السماء، وتلاشت فرحة
لم تكتمل كان حلما ثم ماتت أمل. انتهت القصيدة. شكرا محمد صالح الغريسي، والأكيد قصيدة فيها كثير من الشجن. أريد أن أعود إلى جلال المخ. جلال، تلاحظ أن معينا محمد صالح الغريسي يميل أيضا إلى اعتماد صور جديدة والتشبيه غير مألوفة في المعجم الشعري العربي. قصيدة القناع مثلا يقول: أنا لو عرفتم قبيح كثقب الأوزون وإنفلونزا الطيور، قبيح كصفقة أسلو، كغزو العراقي، كطعم الهزيمة، قبيح كمذبحة في الرمادي، كصمت الجليد. كيف ترى هذا الميل وهذا الجروح إلى التجديد والبحث في صور شعرية جديدة ولها مرجعية تاريخية؟ أن محمد صالح الغريسي هجسه فني بالأكيد. صحيح أنه يطرح لنا في قصائده قضايا وطنية وإنسانية إلى آخره، لكن هو يعطي اهتماما أكبر للجانب الفني في القصائد، وهذا هو سر الشاعر المبدع. فيما يخص الصور التي يستعملها الشاعر، لقد كان حريصا في هذا الكتاب على ابتكار صور فنية مستخلصة من هذا الواقع الجديد الذي نعيشه. لذلك نرى هذه الصور التي ذكرتها حضرتكم إلى جانب عدة صور أخرى، وهذه الصور يعبر عنها كذلك في كلمات وفي ألفاظ من سجل لغوي حديث، وهذا معنى لا نجده مستعملا كثيرا عند الشعراء. هذا السهل الممتنع، هذا السهل الممتنع، ونجد بعض العبارات مثل الإيميل ومثل أفلوز الطيور ومثل الجوال التي هي من حميم الواقع القرن 21. هذا ما يعجبني في كتابة هذا الرجل، هو أنه شاعر حصين يحافظ على كثير من مقومات القصيدة العربية الفنية واللغوية، لكن هو في نفس الوقت يطرح مشاكل نعيشها بأسلوب وبلغة وبصور مستخلصة من هذا الواقع الجديد. وهذه الصنعة الشعرية نجدها في قصيدة اعتذار محمد صالح، أكيد فيها كثير، وهي على لسان المرأة، فيها الكثير من الغنائية، فيها كثير من هذه الحروف، حروف الخيشومية، النون والميم تردد معا 66 مرة، 40 و 26 حروف المد بالفتح معناها تمامة إمامة، كل هذا 20 عاما، فيعطي للنص نغمية، ولكن نغمية مخالفة للنغمية التي ذكرناها في نص سابق، فهي هنا نغمية مشرقة. لعل قصيدة اعتذار أقرب مثل ما أشرت في البداية إلى شعر الغناء، وهل جربت شعر الغناء؟ والله أنا عندي ميل كثير إلى الموسيقى وإلى ولا أخفيك سر أني عندما كتبت هذه القصيدة كتبتها وأنا أنوي أن تكون أغنية، ولكن لست ملحنا ولا يمكن أن أفرض على نرجو أن نجد لها ملحنا يعطيها ما تستحق من القيمة. والله يا محمد صالح كان بودي، وأنا ملاحظات عديدة جدا مرسومة على هذا الكتاب نرجو أن تتبلور في صيغة أخرى، لكن 59 دقيقة تمام العاشرة تقريبا كان بودي أن يتبلور.